ازيك شباب؟ النهاردة هنعمل ايس كوفي بالبندق، فللناس بقى اللي بتعشق البندق بقى وقهوة البندق بقى وجينا تركز معايا النهاردة. طيب هتجيب كابتشينو اللي هو بالبندق ده، في طبعا بالموكا وبالفانيليا وكده، بس انت هتجيب كابتشينو بندق ده لقيته في السوبر ماركت ب3 جنيه فهو ب3 جنيه. طيب هتجيب كوباية عادية وتجيب مية ساعة وتجيب كيس اللي هو الكابتشينو ده اللي بالبندق وتفضيه عليها، واللي عارفين او اللي بيشتروا يعني الكابتشينو ده عارفين اصلا هو كده كده اصلا بيعمل رغوه يعني لوحده، فهو حاجه حلوه يعني مش هنتعب ان احنا نعمل رغوه. وهتفضل تقلب بقى ايه فيه لحد ما يعني الكابتشينو ده يدوب بقى خالص في الميه. طيب هو كده داب اهو، نسيبه بقى على جنب خالص. وتجيب صوص الشوكولاته اللي هو الماجيك ده، بس اللي هو خالي السكر ده، جامد قوي قوي للناس اللي بتعمل دايت والكلام ده وهتنفعهم جدا. شوكولاته خالي من السكر هتلاقيه ب 12 جنيه في اي حته او ب 10 جنيه بس تقريبا ما فيهوش اكياس يعني، فانت لازم تجيب العلبه دي كده كلها، وعلى فكره هتكفيك كتير جدا جدا فركز كده عليها. شوكولاته من غير سكر، نزين بقى كده بيها الكوبايه وكده كده اصلا بقى من غير سكر بقى يا باشا، زود بقى براحتك بقى، احنا عايزين نعمل بقى ايه بشكل جمالي بقى. طيب احنا كده زينا الكوبايه، نجيب بقى التلج ونحطه وده هيبقى شكله. هجيب بقى اللي هو الكابتشينو ده وتصبه عليه. انا ما استخدمتش لبن عشان الناس اللي مش بتحب اللبن والكلام ده، فده جامد جدا جدا ليهم، وجامد جدا جدا برضو للناس اللي بتعمل دايت، لان انا هنا اصلا ما استخدمتش السكر خالص. فاحنا كده عملنا ايس كوفي بالشوكولاته وبالبندق ومن غير سكر خالص، حتى الشوكولاته دايت، ف جامد جدا جدا. ولو عجبك طبعا الفيديو شير بقى ولايك في كل مكان، واكتب تحت في الكومنت دوس يا كوتش وقول لي عايزني اعمل ايه، وعايزين نوصل ل 100,000 قبل نهايه السنه، وانتوا تقدروا على فكره. وكالعاده دوس يا كوتش. السلام عليكم.